يا عبد الله تذكر أن طبيعة النفس تميل إلى الكسل والدعة والخمول، هكذا النفس طبيعتها. فلذلك إن رأيت أن نفسك لا تحب الطاعة فأجبرها وإلا هلكت غدا. ما تقول يا أخي أنا ما أحب الصيام صوم، يا أخي أنا ما أحب أقوم الليل قوم الليل درب، الآن ما شاء الله لها فرصة للصيام والقيام. إذا كان الآن في الشتاء نحن ما ندرب أنفسنا، متى ندرب في الصيف؟ صعبة، الآن أسهل. يقول يا أخي أنا ما مشكلة بعدين، متى بعدين؟ نفسي يا أخي تعبانة. طيب أنت أجبرها، فلذلك إن رأيت من نفسك إدبارا فأجبرها على الطاعات. إن كانت نفسك ما تحب الطاعات فأجبرها وإلا هلكت غدا يوم القيامة. نعم، ما في الله تعالى ما في واسطة، أنت لا تصلح نفسك بنفسك.